بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم دلوقتي عن حساب الأيبان في مصر. هل في مصر حاجة اسمها حساب الأيبان؟ طبعا موجود موجود، لكن في البنوك الخليجية أو فروع البنوك الخليجية في مصر، هي فروع بنوك الاتحاد الأوروبي من بنوك الاتحاد الأوروبي. وحساب الأيبان سهل ومش صعب. أول حاجة تعمل حساب في البنوك دي، بعد كده هيدوك الكود على الحساب، وهديك قائمة بأسماء البنوك الموجودة اللي بتعمل أرقام حساب الإبان في مصر. شكرا.